أهلا بكم من جديد عبرت روسيا عن استعدادها لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا وهو الأمر الذي رفضته كييف مؤكدة أنها لن تقبل بأي اتفاق مع موسكو يتضمن التنازل عن الأراضي يتزامن ذلك مع استبعاد الرئيس البولندي أندري دودا من كييف وعودة علاقات بلاده مع روسيا إلى سابق عهدها فقد اعتبر مستشار الكريملين المسؤول عن المفاوضات مع كييف فلاديمير ميدينسكي ان بلاده مستعده لاستئناف محادثه السلام مع اوكرانيا مشيرا الى ان كييف وراء تعليقها هذا وقال عضو إدارة منظمة لن ننسى لن نسامح في لوغانسك سيرجي بيلو إن أكثر من 500 مدني قتلوا بمدينة روبي جيني جراء القصف الكثيف للقوات الأوكرانية وأوضح بيلوف أنه خلال شهري أبريل وماي تم إحصاء 350 قتيل في صفوف المدنيين مشيرا إلى دفن هؤلاء بشكل رسمي بالتزامن مع ذلك أكد أن أكثر من 150 شخص دفنوا بمقابر في كل انحاء المدينه وحتى في بيوتهم المدمره ذكرت هيئه الاذاعه والتلفزيون الرسميه اليابانيه الاثنين ان الرئيس الامريكي جو بايدن يؤيد ان تصبح اليابان عضوا دائما في مجلس الامن التابع للامم المتحده واكد بايدن لرئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا خلال مؤتمر صحفي مشترك ان الولايات المتحده ملتزمه تماما بالدفاع عن اليابان. وسط توتر مع الصين وتدعية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، محذراً أن بلاده ستدافع عن تايوان عسكرياً إذا قامت بكين بغزو الجزيرة، حسب قوله. هذا ورد المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاولي جيان على تصريحات بايدن بقوله ان تايوان جزء من الاراضي الصينية ولا تسمح بكين لاي دولة اخرى بالتدخل في شؤونها الداخلية. اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة اليوم باحات المسجد الاقصى المبارك في مدينة القدس الشرقية من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، وقالت إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن 96 متطرفاً اقتحموا باحات المسجد الأقصى الاثنين وسط توقعات بقيام المزيد من الاقتحامات في فترة ما بعد الظهر في محاولة لأداء طقوس دينية يهودية. وكانت جماعات المستوطنين قد دعت لاقتحام المسجد وأداء صلوات بعد قرار محكمة الاحتلال الأحد يعتبر الطقوس الدينيه اليهوديه في ساحات المسجد لا تشكل مساسا بالامن العام. حذرت الرئاسه الفلسطينيه من سماح سلطات الاحتلال الصهيوني باقامه ما تسمى مسيره الاعلام الاستفزازيه في القدس المحتله. يوم الاحد المقبل واعتبرت الرئاسة في بيان صحفي قرار المحكمة الاحتلال بانه مساس خطير بالوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف وتحد سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعيه الدوليه مطالبه الاداره الامريكيه بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الصهيونيه على ابناء الشعب الفلسطيني ومقدساته ختام الموجز في امان الله